بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول السلام. وهنا توب عجالة يقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، يعني مشى كلية ما الأمر بسه نفسه المريضة المنحرفة، فبعث الله غرابا فأصبح من الخاسرين. Il est devenu parmi les perdants. La majorité qu'elles ont sont des perdants. Soyez sûr, c'est le Coran qui nous dit cette vérité-là. Alors que tout le monde, ou presque tout le monde, se croit le meilleur des croyants, le meilleur des bienfaisants, etc. etc. فبعث الله غرابا. شوف ربي كيفاش اعتبر قابيل ملعون، علاش بعث له حاجه برك غراب، انا يعني تجم تقول رمز للتشاؤم ورمز للخبث، حتى كيف يدير في تحت الشجر ربما ما تفيقش بيه لك اذا كان سمعت حركات جناحي. بعث الله غرابا يبحث بالارض، يعني هكا الجراد يبحث بالارض ليورياه كيف باش يوريه يا فلان راك جاهل، هو اللي انت تعتبره من ابسط المخلوقات وما فماش مخلوقات صعب بكل شيء، كيف يوري سوءة اخيه، كيفاش باش يغطي جثة أخي المظلوم قتل ظلما عدوان كما قتل بعض من آل سيدنا عليه الصلاة والسلام وعليهم السلام. فطوعت له نفسه قتل أخي فقتله فأصبح من الخاسرين. نعود إن شاء رب العالمين.